أنت تقود قطار حياتك لا تنسى أن تضع لك في كل محطة أثر. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي الأكارم. اليوم ضيوفي من مؤسستين عريقتين في البلد لهم باع طويل في خدمة شريحة مهمة من شرائح المجتمع. خلوني أرحب بضيفي الأول الدكتور حسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين. حياك الله دكتور ورمضان كريم عليك. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا جزيلا. أيضا ضيفي الآخر هو السيد عبد الإله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء. حياك الله ورمضان كريم عليك وعلى العائلة. حياكم الله، الله يتقبل أعمالكم. شكرا جزيلا. بداية شكرا جزيلا على حضوركم، ونحن نعرف رمضان وأجواء رمضان واحد ورا ما يفطر شوية يتقل. صحيح. فخليني أبدي ويا سيد عبد الإله. اليوم أجواء رمضان عند السياسي أو عند اللي عنده عمل تختلف عن الشخص العادي، لأنه بحكم التزاماته بحكم حياته العملية شوية صار بيها إرباك. شون تقضي أيام رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدءاً شكراً لكم على هذه الدعوة المباركة، وتقبل الله أعمالكم وعظم الله أجوركم أيضاً بجرح الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. وأيضاً اليوم 9/4 هو ذكرى استشهاد المفكر الإسلامي الكبير السيد محمد باقر الصدر، وأيضاً ذكرى سقوط الطاغية سقوط البعث في 9/4/2003. بالتأكيد أجواء شهر رمضان يعني تمر على العراقيين بعد 2003 ليس كما كانت قبل 2003 بالتأكيد. شهر رمضان شهر خير وطاعة وبركة، وأيامه وساعاته كلها أيام مباركة، وبالتالي حقيقة عندما نعمل يعني يكون عملنا قربة إلى الله تعالى، ونشعر بأنه عندما نخدم شريحة ذوي الشهداء فيها يعني قربة لله سبحانه عز وجل. شريحة مظلومة، شريحة اضطهدت في زمن البعث، وبالتالي أي خدمة أو أي كلمة طيبة الإنسان يقدمها إلى هذه الشريحة يعني تكون مقبولة عند الله سبحانه عز وجل. ويمكن ذكرت ببداية البرنامج أنه مؤسستين اهتمت بشريحة مهمة من شرائح المجتمع. طبعاً طبعاً، شريحة الشهداء والسجناء السياسيين يعني أكثر الشرائح المتضررة في زمن البعث. وبعد 2003 التجربة السياسية الجديدة حقيقة أنصفت هاتين الشريحتين عندما أسست مؤسسات عدالة انتقالية، مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء، شرعت قوانينها في عام 2006 وبدأت بعملها في إنصاف هذه الشرائح وتقديم الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية لهم. أرجع لي سؤالي، رمضانك نفس رمضان قبل لو لا اختلف؟ لا بالتأكيد، يعني أولا يعني حقيقة العمل عملنا متعب يعني في مؤسسة الشهداء، يعني ضغط العوائل كبير جدا. اليوم احنا مؤسسة الشهداء ترعى جميع شهداء العراق بجميع طبقاتهم، يعني شريحة الشهداء جرائم البعث، وشريحة الشهداء جرائم الإرهاب، هذه الشريحة الكبيرة، شريحة الشهداء الحشد والأجهزة الأمنية، وأيضا حتى الجرحى من هذه الشرائح مؤسسة الشهداء تقدم الخدمة والرعاية لهم. وبالتالي ضغط العمل كبير جدا حقيقة، يعني يوجد تعب خصوصا في شهر رمضان، يعني نقضي هذه الساعات الدوام يعني لحد الساعة الثالثة، مرات لحد الساعة الأربعة، فحقيقة واحد يجي للبيت متعب، يعني ينام لساعة الزمان شوية يجي يعني الفطور. زين الفطور ويا العائلة؟ لا أكيد الحمد لله. احنا مرات نستضيف ضيوف يقولون احنا رمضان لازم نقضي ويا العائلة، لأن هذا الوقت يعني بشهر رمضان يكون إلى اختلاف إلى نكهته. إلى خليني أرجع إليك دكتور، شلون يكون رمضان وياك عادة، يعني خاصة بعد ما بديت بعملك يعني كرئيس مؤسسة السجناء؟ نعم. أبارك لكم حلو شهر رمضان المبارك، ونحن في الثلث الأخير من هذا الشهر. نعم. وأعزيكم بشهادة بجرح الإمام علي عليه آلاف التحية والثناء، وأبارك للجميع وللشعب العراقي سقوط النظام، واحنا هذا التاريخ لازم نذكره. نعم. يعني أعزيهم بشهادة الشهيد الصدر رضوان الله عليه، ذكرى شهادته هذه الأيام.
وشكرا لكم على هذا اللقاء وشكرا للمتابعين. احنا نشكركم على وجودكم اليوم. نعم. بالنسبة لشهر رمضان كما تعلمون الغاية من شهر رمضان ليس الصيام من عن الجوع والعطش وإنما هو في الحقيقة شهر تربية، وجزء من تربية الأساسية في الحقيقة هو كيفية استغلال الإنسان للوقت. الوقت رأس مال للإنسان مهم وضروري، وبالتالي استثماره واستغلاله بالشكل الصحيح جزء من موفقية الإنسان ومن نجاح الإنسان. وعليه العبادات بشكل عام والصوم والصلاة بشكل خاص من أهم أهدافها يعني تنظيم وقت الإنسان وتقوية إرادة الإنسان، لأنه في الحقيقة الإنسان يتحكم فيه عقله لكن أيضا تؤثر فيه إرادته بدرجة غير قليلة. وعليه يفترض أن يصير توفيق بين ما يحكم بعقله وما تصمد بإرادته تجاه المغريات والملذات وكثير من الأشياء. ولذلك شهر رمضان خصوصا من يتفهم شهر رمضان ومن يعيش تجربته يشعر أنه الآن اللي يتصور أنه شهر رمضان بجوع وبعطش، الكثير من المتدينين الحمد لله لا يشعرون بجوع ولا الحمد لله لأنه هذه الإرادة. اثنين حتى موضوع النوم، يعني احنا في باقي الأوقات ربما هو يأخذ من عندنا النوم من وقتنا، الآن في شهر رمضان جاي نشعر كل الأيام ثلاث أربع ساعات حتى أكثر النوم، ومع ذلك الحمد لله في نشاط وفي قوة. ربما يعني نشعر بس ما حينما نصل إلى العمل نشعر بكل طاقتنا، خصوصا من يشعر الإنسان أنه يقدم خدمة إلى بلده وإلى مجتمعه وإلى شريحة مثل هاي الشرائح المضحية. إحنا حتى قبل كانوا يظنون أنه هي خدمية هي، لكن هي فعلا هي خدمية، لكن تختلف عن المؤسسات اللي موجودة بالمجتمع المدني وغيرها. أريد أعرف أنه رمضانك تقضيه مع العائلة؟ طبعا انا يعني مقدس. عاده انا ما عندي فرد شيء، اجمل شيء في حياتي بيتي فعلا. يعني انا لا حتى السفر لا اتذوق كثير غير للزياره وللبيت. اجمل ما عندي محطه بيتي. حلو. ولذلك يعني من ما عندي شغل في الحقيقه ارجع للبيت، وبالبيت أمارس يعني أعمالي سواء المرتبطة، لأنه كما يعرف أستاذ العمل في البيت للدائرة ليس أقل من العمل في المؤسسة. فعلا يمكن سيادة النائلي أكو في بعض الأحيان بحكم ظروف العمل ووقت العمل مرات تأخذون شغلكم حتى للبيت وتأخذون من وقت البيت. صحيح. هذه يعني يمكن أغلبكم يعاني من عندها. لكن خلينا شوية نبعد عن هذا السؤال، نيجي على سؤال آخر. ذكرنا أنه اليوم هو يوم مهم جدا للعراقيين، ماكو عراقي ما إلى ذكرى بهذا اليوم. شي مثلكم هذا اليوم يعني بصراحة؟ والله حقيقة يعني اللي ذاق مرارة الاضطهاد والحرمان والملاحقة الأمنية في زمن نظام يقينا يشعر بأن يوم 9/4 هو يعني أجمل أيام حياته. سقوط النظام البعثي في 9/4 إحنا شهدناه، وإحنا من عوائل يعني قدمت الشهداء وأيضا السجناء. وبالتالي يعني نشعر بأنه يعني هي بداية الأمل في حياة جديدة. مو بس إنا كأشخاص وإنما لكل العوائل المحرومة ولكل العوائل المضطهدة. 9/4 يعني عندما سقط النظام في مثل هذا اليوم حقيقة تذكرنا شهدائنا، تذكرنا الشهيد محمد باقر الصدر اللي بنفس اليوم اللي استشهد في عام 1980
بعد 23 سنة سقط النظام البعثي في نفس اليوم. تتذكر وين كنت بهذا التاريخ؟ نعم. ب2003؟ نعم أكيد. يعني شنو الموقف؟ بالبيت. لا يعني قصدي الخبر شلون وقع عليه. اي نعم. لا يعني احنا بصراحة متابعين يعني متابعين لمجريات الأحداث، وحقيقة يعني كنا نتلهب بأنه يعني تأتي ساعة الصفر لكي ننطلق من أجل يعني أن يكون لنا وجود في، وحقيقة كان أنا في محافظة الديوانية ناحية السنية. يعني مباشرة انطلقنا إلى منطقتنا من أجل الحفاظ على ممتلكات الدولة مع مجموعة من الشباب، كنا يعني مهيئين نفسنا حقيقة. يعني هبيتوا على مود تدافعون عن طبعا طبعا الحفاظ على ممتلكات الدولة، على يعني الوجودات الأساسية، زين، الحفاظ على بعض الدوائر الحساسة في الناحية، ويعني قدر الإمكان قدرنا نحافظ نوعا ما يعني على هذه الأمور. أيضا تصدينا بعد أيام يعني معدودة لإدارة وضع الناحية والمشاركة في إدارتها من خلال يعني المجالس المحلية قبل ما تكون منتخبة. احنا تصدينا بشكل يعني تطوعي، مجموعة تطوعية من الشباب. صارت طبعاً شغلة تطوعية. شون حسيت انه انت على عاتقك مسؤولية طبعاً انه تكون بهذا الوقت؟ فتصدينا من اجل خدمة الناس، تقديم الخدمات، لان تعرفون يعني في بداية سقوط النظام يعني كانت الدولة غائبة تماما، فماكو غير انه يعني نتصدى لتوفير ابسط الخدمات للناس يعني. والحمد لله والشكر قدرنا يعني يكون لنا فد اثر في خدمه ابناء مجتمعنا. نعم. دكتور، يعني في هذا التاريخ بالتحديد، يعني احنا يمكن البارحه او اول البارحه كان ويا ضيوفي، فاعتقد ويا قادات في الحشد، فسالناهم هذا السؤال اللي هو متكرر، انه البعض يفرح بهذا اليوم والبعض يحزن بهذا اليوم، والبعض عنده ذكرى أليمة والبعض عنده ذكرى هذا، يعني نفس ما ذكرتها سيادتك. فبالنسبة لك هذا اليوم وتاريخه شو يمثل لك؟ أنا باعتقادي التاريخ سقوط النظام البعثي ونظام صدام هو في الحقيقة ولادة جديدة لتاريخ العراق. نعم. لأنه تاريخ السياسي في العراق عموما مليء بكثير من المنغصات والآلام والاضطهاد وغصب الحقوق وسلب الحريات. لكن الفترة اللي حكم بها حزب البعث وخصوصا من تصدى صدام كانت استثنائية بكل معنى الكلمة. نعم. وباعتقادي كل الشعب العراقي هو فرح لسقوط صدام إلا من مسخه الله، لأنه نظام صدام في الحقيقة أضر الجميع. نعم. لكن بعض الناس اللي الله أعمى قلوبهم، اللي أعمى بصيرتهم، في الحقيقة لا يدركون نظام صدام أذل كل واحد عند أدنى كرامة في العراق. نعم. يعني عدم العلماء، فرط يعني بدد كل مواردنا الاقتصادية، كسر هيبة الجيش، ضيع هيبة الدولة. في الحقيقة كل هذه الابتلاءات اللي نعيشها لا ولا نزال هي في الحقيقة جزء غير قليل، هي من بتركات الماضي وتركات النظام. وعليه لو لم يرتكب النظام إلا جريمة إعدام الشهيد الصدر الأول وأخته العلوية في الحقيقة لكفى، فما بالك أنه النظام يعني اقترف جرائم شنيعة بحق أعرق العوائل العراقية. وكان في الحقيقة كل من له أدنى يعني إحساس بالكرامة والحق في هذا البلد كان صدام يستهدفه. نعم. ولذلك في الحقيقة زوال هذا النظام
كان ويوم 9/4 كان أمنية وكان يعني حلم والله سبحانه وتعالى حقق هذا الحلم، ومع كل المنغصات اللي رافقت عملية التغيير، لكن كل أحرار البلد والناس اللي يشعرون بكرامتهم وقيمتهم يشعرون أنه حدث استثنائي في الحقيقة. خليني أرجع لك سيادة النعلي، راكب قطار سابقا؟ نعم. إيش تتذكر من ركوب القطار؟ يعني البعض يعتبر أنه ركوب القطار وانتظار المحطات هو يعلم الصبر. صحيح. لأن وبنفس الوقت أكو نوع من اللهفة للوصول إلى 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 المحطة التالية. إيش تتذكر وش وقت هذه كانت؟ وهل هي بالعراق أو بغير العراق؟ لا يعني انقبلت في كلية إدارة واقتصاد جامعة البصرة في عام 1989. نعم. فمن الديوانية للبصرة أكيد يعني دائما يعني كنا ننزل أسبوعيا من البصرة، عندما نأتي للديوانية لا حافلات. أنا أشوف نظرة فرح بعيونك يعني. نعم. هذه اللحظات يمكن حلوة. لا فعلا لحظات جميلة. نعم. فعلا. شنو؟ من البصرة نجي للديوانية لا حافلات كانت. منشآت كبيرة كانت تجي، بس بالذهاب إلى البصرة كنا يعني نجي بالليل يعني قبل الدوام، مثلا يوم السبت الدوام، فإحنا الجمعة نكون في محطة قطار الديوانية ننتظر القطار بالتأكيد حتى نروح للبصرة. وفعلا هي كانت يعني لحظات جميلة. أكو موقف تتذكره من مواقف اللي صارت بالقطار؟ مثلا إحنا عادة شو نقول في يوم من الأيام مثلا واحد مرات يصعد في قطار وتطلع المحطة مثلا فايتة. صحيح. أو مثلا ما شايل كروة، لأن شباب بعصم يعني أكيد يعني. لا يعني هي الشيء الملفت في أنه في بعض الأحيان فعلا القطار يفوتنا كان. يعني نجي للقطار مرات يتأخر القطار ما يجي من بغداد لأن ما إلى مواعيد محددة، ومرات يفوتنا، مرات يجي مقبط من بغداد. فمن يجي للديوانية ما يوقف. شو تسوون بهذه الحالة؟ ماكو غير إنه نرجع ندور سيارات مثلا. هو عادة كانت أكو بدائل يعني، السيارات موجودة في نفس محطة القطار يعني يعرفون إنه القطار مرات يجي مقبط. يجون الطلاب للحافلات حتى يعني يروحون. وفعلا هي كانت لحظات جميلة، لحظات دراسة كلها لحظات يعني جميلة جدا مع طلبة وابناء المحافظة. في بغداد ركبت قطار؟ لا في بغداد لا. نعم. هذا سؤالي يخليني أسأل سؤال آخر. قيادة مركبة مؤسسة الشهداء، خليني أسميها هيك، قطار مؤسسة الشهداء، هل هو صعب؟ طبعا جدا صعب. احنا يعني عملنا بالمؤسسة التشريعية البرلمان 11 سنة تقريبا، 3 دورات انتخابية أنا موجود، وأيضا عملت في لجنة الشهداء. هو يعني أنت من البداية من مجلس النواب أنت كنت في هذا. نعم. في نعم في خدمة الشهداء. نعم. والسجناء السياسيين. نعم. وجميع شرائح يعني الشرائح المتضررة. نعم. فحقيقة يعني التشريع 11 سنة، عندما جئت للتنفيذ الآن سنتين تقريبا أنا بالتنفيذ يعني. نعم. في شهر الثالث 21 استلمت مسؤولية. نعم. مؤسسة الشهداء. والآن صار سنتين. بصراحة يعني العمل التنفيذي متعب جدا، والضغوط العمل كبيرة جدا، أيضا مفاصل العمل في المؤسسة أصبحت كثيرة وكبيرة. فعلا. مثل ما ذكرت لك بأنه الشرائح اللي ترعاها المؤسسة اليوم صارت أكثر، شريحة كبيرة جدا يعني. قد إحنا أيضا نتعامل مع ذوي الشهداء وليس مع الشهداء. فعلا. الشهداء بعد استشهدوا ذهبوا إلى في سبيل ربهم، ولكن نتعامل مع عائلة الشهيد. عائلة الشهيد اليوم منين تتكون؟ تتكون من والدي الشهيد. فعلا. من زوجته وأولاده. من أخوته وأخواته. وبالتالي عندما نجي كمعدل يعني عائلة الشهيد قد تتكون من 6-7 نفرات. فأنت لازم تكون مسؤول عن هذه. ذولا كلهم عندهم احتياجات بصراحة. كلهم عندهم احتياجات من جميع المحافظات. أكو مشاكل، من أكو مشكلة في بعض المحافظات، يجون وين ذوي الشهداء؟ يجون إلى بغداد حتى يحلوها. ويضغطون أيضا حتى يشوفون رئيس مؤسسة حتى يحل لهم المشكلة. زين. مفاصل العمل مثل ما ذكرت لكم مفاصل كثيرة جدا كلها بها مشاكل. احنا ايضا حقوقنا، حقوق ذوي الشهداء والمصابين متعلقة في وزارات اخرى. يعني مثلا اليوم احنا عندنا مشاكل بالقضية المالية مع وزارة المالية.
هو احنا لازم نحكي بالموازنة. نعم. لان هي مؤثر اساسي. نعم. بعمل المؤسسة. لا هي حقوق وامتيازات. أي. مالية. أي. ومعنوية. فكون. أي. واحد يحصلها. مثلا عندنا حق السكن على سبيل المثال. اللي الان بصراحة التحدي الاكبر لمؤسستي الشهداء والسجناء. حق السكن اما قطعة ارض واما بدل نقدي واما شقة سكنية. من زمان القطع الاراضي يعني كانت تداعي بها مؤسسة الشهداء والسجناء. طبعًا. وما صاير بيها. ما صراحة ما صارت حلول. لعله الان يعني حقيقة دولة رئيس الوزراء يعني اهتم بهذا الموضوع. وايضا احنا طلبنا جلسة حضور في مجلس الوزراء وحضرنا انا وجناب الاخ الدكتور السلطاني في جلسة مجلس الوزراء بحضور المحافظين جميعا. نعم. وكانت صراحة يعني حضور جيد. تحدثنا معهم بصراحة بأنه لا يمكن أن تبقى الحقوق حقوق عوائل الشهداء والسجناء السياسيين بهذا الشكل. اليوم إحنا صار 20 سنة من سقط النظام البارد. نعم. و20 سنة ليست قليلة. الآن عوائل الشهداء والسجناء يعني انتظروا 20 سنة بعد سقوط النظام ولحد الآن محصلين قطعة أرض في بغداد. نعم. طبعا مشكلتنا الأساسية والكبيرة هي بغداد. لعله بعض المحافظات الوسطى والجنوبية يعني الموضوع أهون وأسهل. أي. نعم. بس في بغداد لا، التحدي لا زال كبير. شو توصلتوا بهذا؟ رئيس وزراء شكل لجان. نعم. لمتابعة هذا الموضوع. من هذه اللجان أنه تبحث عن قطع أراضي حتى مؤسستي الشهداء والسجناء تبنيها مجمعات سكنية وتوزعها العوائل للعوائل المستحقة. ومنها حث المحافظات على توزيع القطع الأراضي. ومنها ايضا حث وزاره الماليه لتخصيص موازنه جيده من اجل البديل وهو البدل النقدي. وبصراحه الان ننتظر الموازنه. موازناتنا بصراحه حسب ما شفنا المسوده يعني ليست منصفه لا الشهداء ولا السجناء. انا اول ما اشوف الموازنه اروح لموازنه مؤسسه الشهداء والسجناء. لا تفي بالغرض. لحقيقه لا تفي بالغرض. ونامل ان شاء الله من مجلس النواب اللي ان شاء الله سيكون عندنا جهد مشترك انا والاخ السلطاني. هذا السؤال لازم اسالك يا سيادتنا. نعم. علي. لا هو هذا هن الاكبر احنا من خلال الاعلام كنا نوصله. لا لازم نرجع علي مال الموازنه ومال كونك انت كنت في مجلس النواب فتعرف مثل ما نقول احنا. نعم. الكلمه. نعم. زواغيرهم. صحيح. فبالتالي تكون تحركاتك تختلف. فهذا نرجع للسؤال. خليني ارجع لك دكتور شويه. نرجع للقطار. راكب قطار وين هنا في بغداد في غير محافظة؟ ربما تتفاجئون. وذكرياتك. أنا في العراق ما صعد قطار أبداً. أبد. أبداً. إنما أتذكر فرد قصة لطيفة. نعم. وهو أنه هذا الدكتور الأديب حسن الأمين. نعم. توفي رضوان الله عليه. كان أستاذ جامعي هنا في بغداد. في أواخر يعني بالخمسينات في النصف الثاني من الخمسينات. وكان أساتذة الجامعة بذاك الوقت طبقة خاصة وليس كما مثلا الساعة هذه. نعم. فكان عموما أساتذة الجامعة يستغلون فرصة العطلة ويذهبون إلى لبنان يعني أفضل منتجع وسفرة. نعم. إلى لبنان. استجمام مثل استجمام. نعم. الدكتور حسن رضوان الله عليه يقول أنا بالعكس أستغل هذه الفرصة حتى أروح إلى الناصرية. يعني عندي أجمل سفرة وأفضل وقت أن أعيش في مضائف الناصرية. وما أروح بالقطار الدرجة الأولى بل أروح بالقطار الدرجة الثالثة اللي عادة يمشي على الثياب. لا يقول اللي يرتادون هم الناس البسطاء واللي يحجون حسجة واللي أغلبهم أدب حتى حديثهم العادي. نعم. فيتونس. فيقول أنا في الحقيقة باعتبار يعني مهتم في الأدب فعندي أجمل شيء يعني في حياتي المجالس الأدبية. وهذا في الحقيقة يكشف عن العمق يعني العلمي والأدبي والتاريخ والإرث الكبير اللي يحملونه ومنهم محافظتنا محافظة ذيقار اللي يعني نعتز كل التحية لهم. هذه المحافظة يعني ولادة ولو احنا كل محافظاتنا ما شاء الله ماكو محافظة تخلى من فتشي يميزها. يعني دكتور يعني هناك يعني كم هائل من السجناء احنا نعرف انه مو الكل اخذوا حقوقهم كما تحدثنا عن مؤسسة الشهداء. مؤسسة السجناء ايضا عانت من الحقوق وأخذ الحقوق.
تكلمنا عن هذا الموضوع. يعني كما تعلمون احنا مؤسسة الشهداء والسجناء موضوع واحد، يعني احنا قضية واحدة. هؤلاء الشهداء الله سبحانه وتعالى رزقهم وسام الشهداء، وهؤلاء الأخوة الله سبحانه وتعالى أجلهم إلى أجل، ونسأل الله أن يكون عاقبة الجميع إلى خير. لكن بدون شك الشهداء هم اللي غادروا وراحوا وخلصوا من هم الدنيا وغمها، لكن والسجناء مضافا إلى الظروف الاستثنائية اللي عاشوها في الحقيقة أيضا لا يزال يعيشون ظروف ما أقول استثنائية لكن في الحقيقة غير طبيعية. نعم. لأنهم أغلبهم في الحقيقة كبر يعني العمر فيهم، لأن معدل أعمار السجناء 60 هم عموما، وفي الحقيقة طلعت كل مشاكل الماضي النفسية والجسدية، ولذلك الآن نسبة المصابين والمعلولين نسبة غير قليلة في الواقع، وخصوصا على المستوى النفسي. وعليه هم كمؤسسة شنو كانوا وياهم؟ وعليه أنه هم يستحقون كل الرعاية وكل الاهتمام، وأنا أكد على هذا المعنى. رعاية الشهداء ورعاية السجناء في الحقيقة لا يفترض أن ينظر إلى فقط الجانب المادي والمالي. طبعا هذه نقطة جدا مهمة. أكو قضية معنوية أكبر من هذا، وهي أنه مشروع التضحية في أي بلد هي في الحقيقة سر استقلاله وسر عزته وسر كرامته، وعليه من الضروري أنه المجتمع بشكل عام والحكومة بشكل خاص والدولة العام من الحكومة أن تولي هذا الموضوع اهتمام استثنائي لترسيخ مبدأ التضحية في المجتمع. لأنه في الحقيقة اللي يحافظ على هيبة الدولة واللي يحافظ على استقلال البلد واللي يحافظ على حرمات المجتمع هي في الحقيقة التضحية فعلاً. هذه التضحية ليس متاحة أمام الجميع إلا أن يراد له تربية، وهذه التضحية ممكن أن فرد واحد موقف واحد ينقذ بلد، كما عشناها هذه المشكلة في موضوع داعش. لولا تضحيات الشهداء ولولا المواقف المشرفة لغيارة أبناء العراق لكان الله العالم شو يصير بهذا البلد. وعليه أن نشعر عوائل الشهداء والسجناء باهتمامنا وبرعايتنا وبتكريمنا، هاي قضية في غاية الأهمية. إحنا الآن في الحقيقة كما الشهداء والسجناء لهم حقوق مادية وحقوق معنوية. إحنا كل الطرفين هم الشهداء هم السجناء على مستوى الراتب التقاعدي، الآن الحمد لله ما عندنا مشكلة في هذا المجال لأن الراتب التقاعدي الأراضي. اثنين، أنه المؤسستين في الحقيقة الجزء اليسير من حقوق السجناء معنية عنه، والباقي كله معنية عن تنفيذ مؤسسات أخرى. بمعنى الجانب المالي وزارة المالية معنية منه، الجانب الصحي وزارة الصحة معنية، الجانب السكني وزارة الإسكان والعمار والمحافظات الآن في ففي الحقيقة مسؤولية المؤسستين هي متابعة. احنا دا نشوف اكو تحركات لكن مع محافظين ومع رئاسة الوزراء وحتى ويا البنوك وغيرها، حتى في سبيل انه تطوير العمل. هذا راح نرجع الى ان شاء الله، لكن خلينا نريحكم شوية بفاصل. الله يسلم. مشاهدينا خلينا نروح وياكم الى فاصل ونواصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين في هذه الأمسية رمضانية جميلة وبرنامج المحطة مع ضيوفي الأكارم. خليني أرجع لك سيادة النائلي، اليوم أكو شغل شاغل بوسائل التواصل الاجتماعي وحتى بالإعلام وغيره، يريدون يعرفون ماهية الاختلاف ما بين شهيد النظام البائد، شهيد الحشد، وشهيد الإرهاب. نعم. وفي بعض الأحيان أكو بعض الأشخاص حتى
يعني ما فاهمين القضية شنو نسبة التمييز ما بين يحسبوها تمييز. نعم. بس اليوم نريد نفهمها بشكل صريح. نعم. شنو السبب انه مثلا يحتسب النظام البائد بهيك صورة والنظام والحشد بهكذا صورة والحشد والارهاب بهكذا صورة؟ اليوم نريد نوضحها. يعني بصراحة لا يوجد اختلاف بموضوع الحقوق والامتيازات. نعم. لا يوجد اختلاف إلا بموضوع التسمية. التسمية هاي واقع حال شهداء جرائم البعث الذين استشهدوا قبل 2003. عشان نسميهم لازم نسميهم شهداء نظام البعث. شهداء الحشد واقع حال أنشئ في عام 2014. احنا اجينا عدلنا على قانون مؤسسة الشهداء، ضفنا شهداء الحشد على قانون مؤسسة الشهداء. قلنا فقرة واحدة، قلنا يشمل شهداء الحشد بالحقوق والامتيازات التي موجودة بقانون رقم 2 سنة 2016. حالة حال نظام البائد. نظام البائد؟ نعم. شهيد الحشد الشعبي نفس الحقوق والامتيازات لشهداء نظام البائد. نعم. شهداء ضحايا الإرهاب عندهم قانون اسمه رقم 22 لسنة 2009. عدلناه في عام 2015. نعم. قانون 57 لسنة 2015. ربطنا شهداء الإرهاب بمؤسسة الشهداء. أنشئت دائرة تسمى دائرة العمليات الإرهابية، دائرة الشهداء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية. نعم. انشئت في مؤسسة الشهداء، وبالتالي صار قانون ضحايا الإرهاب مرتبط بمؤسسة الشهداء. نجي نطبق الفقرات مالته ونطبق البنود مالته. أيضا تم تعديله مرة ثانية في عام 2020 قانون رقم 2 سنة 2020، وتم يعني أنا موجود في مجلس النواب عندما عدلناه، وكنا حريصين على أنه يتم مساواة جميع الشهداء بالحقوق والامتيازات. نعم. الآن الراتب التقاعدي واحد هو لجميع شرائح الشهداء. نعم. لا يوجد اختلاف بين شهيد وشهيد. قطعة الأرض هي من استحقاق كل الشهداء. كذلك موضوع الدراسة، يعني الآن عندنا بالدراسة مقعد لشهداء النظام البائد ومقعد لشهداء الحشد. نعم. ومقعد لشهداء الإرهاب. عندنا الحج أيضا 5% من مقاعد الحج لشهداء النظام البائد، 5% لشهداء الحشد، و 5% لشهداء الإرهاب. وهكذا بقية الحقوق. ليش اللغط لعد هذا؟ ماكو لغط، فقط عندنا موضوع قطعة الأرض عندما تستلمها عائلة الشهيد من ضحايا الإرهاب ما عندهم منحة عقارية، بينما شهداء الحشد والنظام البائد لا، قطعة الأرض مؤسسة الشهداء تمنحهم منحة عقارية. هذه إن شاء الله عندنا الآن تعديلات على قانون ضحايا الإرهاب. هذا خبر جديد بس. نعم. عندنا تعديل على القانون إن شاء الله تعالى، راح نشمل ضحايا الإرهاب بالمنحة العقارية حتى يتم مساواة جميع عوائل الشهداء بجميع الحقوق والامتيازات الموجودة. بارك الله بكم. يعني عندنا احنا 3 شرائح وعندنا قانونين. راح يتم مساواة كل عوائل الشهداء بالحقوق والامتيازات. وبالنسبة للشهيد وتدرج القرابة ماكو اختلاف ما بين الشهداء؟ لا ما يعني عذرا. عندنا والدي الشهيد وزوجته واولاده بكل هذا. عندنا فقط شملنا شهداء النظام البائد، شملنا الأحفاد. شملناهم بالحقوق المعنوية وليس بالحقوق المادية. ليش شملناهم؟ أكو علة، يعني سبب. أي هذا اللي يريدنا. شنو السبب؟ أنه عندنا بعض عوائل الشهداء لم يبقى لديهم عائلة، يعني مثلا عائلة الشهيد أمه وأبوه توفوا بسبب كبار السن. هو الشهيد ما متزوج أو متزوج وأيضا زوجته وأولاده ماكو، فعندنا شملنا الأحفاد، يعني ابن الابن، ابن الشهيد وابن بنته، شملناهم بالحقوق المعنوية وليس الحقوق المالية. يعني مثلا موضوع الدراسة، موضوع الحج، موضوع المواضيع الأخرى مثلا الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية، شملنا الأحفاد. بقية القوانين فهي شاملة للجميع. كل تم توضيحها، يعني بارك الله بك، لأنه في بعض الأحيان نشوف بعض الناس ما فاهمين القصة. يعني لا، هو الاختلاف شنو ست بتقول؟ الاختلاف فقط في قضية واحدة، أنه مؤسسة الشهداء لم يخصص لها أموال لتعويض ضحايا الإرهاب إلا في قانون الأمن الغذائي، بينما ضحايا البعث يتم تخصيص موازنة لهم منذ عام 2007، منذ إنشاء المؤسسة تم تخصيص موازنة لهم.
والحشد كذلك باعتبار نفس القانون اللي بضحايا النظام البائد بشهداء الحشد أيضا شملناهم بالحقوق المالية. شهداء الإرهاب لم يخصص لهم أي مبلغ ضمن موازنة مؤسسة الشهداء، فقط قدرنا نحصل مبلغ 100 مليار في قانون الأمن الغذائي الذي شرع في عام 2022. وزعناه الآن في بغداد، إحنا قاعد نوزع جزء من البدل النقدي لضحايا الإرهاب، والآن شملنا اللي عندهم شهيدين فأكثر، وأيضا الحالات الخاصة اللي عندهم شهيد واحد. وكل آن المديرياتنا الكارخ والرصافة ومدينة الصدر قاعد الآن تعمل على قدم وساق من أجل توزيع البدل النقدي. بارك الله بكم، وإن شاء الله يا ربي يعني ما يبقى عندنا شهداء ولا يبقى عندنا حقوق مسلوبة إن شاء الله. دكتور، اليوم هل هناك فرص؟ يعني بما أنه المؤسسين هي مؤسسات انتقالية لكن بقانون رجعت صارت مؤسسات اعتيادية، هل هناك فرصة لجعل هذه المؤسسات ما بعد تعويض الجميع؟ هي مؤسسات مثلا يعني ترفد الدولة باستشارات، ممكن ترفدها ب يعني موظفين، هل ممكن انه تكون بها استثمارات للأيدي العاملة او غيرها؟ شنو الخطط المستقبلية اللي وضعتوها للمؤسسة؟ كما تعلمون انه مؤسستين، هذين مؤسسات العدالة الانتقالية. نعم. مؤسسة العدالة الانتقالية في الحقيقة هي مرتبطة بزمن ومرتبطة بتأمين حقوق، لكن الزمن ليس على حساب تأمين الحقوق. والآن تأمين الحقوق نسبة غير قليلة لا يزال غير يعني مؤمن لهؤلاء الشرائح، لكن يعني لا يزال عندكم أعداد ما نسبة غير قليلة يعني. الآن أولا بعض الأعداد واللي هم أقل يعني الأغلبية شملوا في الحقيقة تقريبا، إحنا الآن اللي شملنا لحد الآن 116,000 المشمولين. نعم. المتبقي أنا باعتقادي اللي ظروف معينة ربما أقل من 10%. نعم. يعني اللي لكن في الحقيقة مؤسسة الشهداء خطت خطوات طيبة في هذا المجال لأنه عدلت قانونها قبلنا، والآن في الحقيقة مهدت يعني عندهم أحد بالبرلمان. هو قانون السجناء معدلنا لكن ما في الحقيقة دائما مؤسسة الشهداء تعدل القانون بعدنا وتستفيد من الأخطاء اللي وقعنا فيها. وربما مثل ما تفضلت وأيضا خبرة أستاذ عبد الإله لا شك لها. الآن الحمد لله مؤسسة السجناء، وأنا باعتقادي هذا واحد من الإنجازات اللي نأمل إن شاء الله أن يتم بأقرب وقت، هو التعديل. إحنا الآن يعني كتبنا تعديل وعالجنا كل مواضع الخلل، ووحدة من عدها أنه القانون المتكامل في الحقيقة هو اللي يجمع بين التمويل المركزي وبين التمويل الذاتي. التمويل الذاتي مهم جدا، خصوصا أنه هذا التمويل الذاتي ليس من الدولة، لا من المشمولين أنفسهم من الشرائح، وبالتالي سيقدم خدمة للدولة وللمشمولين يعني في آن واحد. وعليه احنا الآن يعني في ضمن هذا التعديل شكلنا سميناه صندوق رعاية الأحرار يعني المضحين، فهذا بتمويل ذاتي وباستثمار وبصلاحيات. طبعا هذا صار عليه لغط كبير على هذا الصندوق لأن هو موجود أيضا في مؤسسة الشهداء. لكن هسه ابتدى توضح دكتور. لا بالعكس، الآن مثلا أفرض صندوق الشهداء مال الداخلية. نعم. أنا باعتقادي أفضل خطوة تقدمت خدمة للشهداء الداخلية صحيح، وفي الحقيقة ساهمت يعني إظهار الصورة الطيبة للدولة. نعم. وللداخلية ولرضا عوالي الشهداء. يعني نقدر نقول أكو بحبوحة أو أكو ميزانية عندنا حتى لو الدولة لا سمح طبعاً الله ما. وهذا ما المهم أنه الآن اللي يستقطع مبلغ يسير جدا، لكن في الحقيقة لكثرة العدد هذا سيوفر. اثنين، تدرون
الدو يعني الميزانية المركزية فيها كثير من القيود، وبالتالي أنت ما متاح لك أن تتوسع أو تجتهد أو تقدر تبتكر، أنت محدد في قالب من الصعوبة تخرج من عنده. في حين في التمويل الذاتي لا تقدر تنجح نجاحات كثيرة. ولذلك أنا باعتقادي يفترض على الدولة بشكل عام أن تعطي لكل الوزارات، لأنه الآن التجربة العملية، لماذا العتبات العتبات العباسية والحسينية نجحت؟ جزء كبير من نجاحها لأنه عندها حرية في التصرف في هذه الأموال. يعني أنت تنجح، شوف بنتي بتول واسمحي لي، الآن أي واحد مسؤول في الحقيقة نجاحه مرتبط بعوامل التمكين. يعني أنت لا يمكن أن تحقق فرد أشياء وأنت ما عندك القدرة. القدرة في الحقيقة للمسؤول التنفيذي تتمثل بثلاث عوامل أساسية: أولاً الميزانية الكافية، الصلاحيات الكاملة، يعني يفترض أن المسؤول عنده صلاحيات، والأمر الثالث وهو من وظيفة الحكومة تماماً رفع الموانع أمام الجهات التنفيذية. إذا ذن تحققا وذن يتحققا بنسبة غير قليلة بالتمويل الذاتي، التمويل المركزي عادة بقيود فعلا. احنا عادة يعني نحس انه صار اكو عدم تقييد بسبب هذا الامر. انا اعتذر بس الوقت داهمنا، الحديث وياكم حلو، بس خليني اخذ نقدر نقول فد بشرى للشهداء والسجناء يعني وقت قصير. حول شنو؟ بشرى ريت بشرى مثلا على الموازنة أو أكو شيء جديد؟ نعم، لا إن شاء الله. يقينا إن شاء الله عازمين إن شاء الله من خلال الموازنة الحالية في عام 2023 على زيادة التخصيصات المالية، وبالتالي زيادة التخصيصات المالية هذا ينعكس إيجابا على عوائل الشهداء بشكل عام. يعني الآن على سبيل المثال إحنا قاعد نوزع البدل النقدي الجزئي هو 10 ملايين لكل دفعة من نظام البائد والحشد والإرهاب. الآن مع الأسف يعني لم يخصص أيضا مبالغ، يعني عادة المشكلة مرة أخرى، لم يخصص أي مبلغ لضحايا الإرهاب في هذه الموازنة. بصراحة هذه غفلة من قبل وزارة المالية في هذا الموضوع، لأنه إحنا اليوم خصصونا مبلغ 100 مليار وبدينا نوزع. ليس من المعقول أنه تجي الموازنة للسنة الأخرى وما بها تخصيصات. يعني أنا شلون أخلص 100 مليار وأقطع؟ لازم أكو تكملة. يعني أنا الآن يعني العوائل ضحايا الإرهاب الآن هم يعني الآن استبشروا بأنه بدأ التوزيع الحقوق لهم خصوصا في بغداد. فما معقولة أنه اليوم إحنا تخلص هاي 100 مليار وأجي أقطعها والله أقول ماكو موازنة. مو صحيح. الآن مخصص مبلغ 250 مليار لمن؟ لتعويض الممتلكات الذين تضروا من ضحايا الإرهاب. وأنا مو معقولة أجي أعوض الدور والممتلكات وما أعوض الشهداء والجرحى. هذا مو انصاف. يعني عتبك وين؟ يعني ماكو تخطيط بصراحة. ماكو تخطيط، وبالتالي سنلجأ إلى اللجنة المالية، لجنة الشهداء البرلمانية، رئاسة مجلس النواب إن شاء الله، النواب الشرفاء الأحرار اللي تعودنا من عندهم بأنه تكون لهم كلمات مؤثرة ومواقف قوية في المطالب بحقوق الشهداء والسجناء. وأنا متيقن، إحنا بصراحة دائما أحكيها، كان مجلس النواب بالدورات السابقة يضيف موازنات لمؤسسة الشهداء والسجناء أكثر من الذي تخصص الحكومة بصراحة في سنوات كثيرة. يعني أنا أتذكر في عام 2019، ويتذكر الدكتور السلطاني أيضا موجود، إحنا ضفنا 500 مليار على موازنة مؤسسة الشهداء، وضفنا 200 مليار على موازنة مؤسسة السجناء السياسي، في وقت كانت موازنة مؤسسة الشهداء كلها ما تتجاوز 150 مليار، موازنة مؤسسة السجناء ما تتجاوز 50 مليار. يعني ضفنا مبالغ. تأملون خير على هذا إن شاء الله؟ بالتأكيد مجلس النواب يعني إن شاء الله يكون حريص ويانا ويتعاون ويانا في سبيل أنه يعني مناقلة مبالغ من بعض الوزارات وإضافتها إلى تخصيص مؤسسة الشهداء والسجناء. وهذا اللي نأمله، وبالتالي هاي إن شاء الله تكون بشرى لعوائل الشهداء في أنه تزيد التخصيصات حتى أيضا
يعني تتوفر لهم التخصيصات المالية الكافية. بارك الله بكم وبارك الله بعملكم، نأمل أنه تحصلون الحقوق وبالتالي تعوضون من هم أصحاب حقوق. شكرا جزيلا لوجودك دكتور. شكرا جزيلا لك. سلمكم الله ورعاكم. شكرا ويعني هذه أمسية جميلة يعني قضيناها وياكم. مشاهدينا محطاتنا دائما مستمرة، انتظرونا بمحطة جديدة يوم غد إن شاء الله. إلى اللقاء.